Je vois l'exercice numéro 6. Considérons une classe appelée Point, ayant des attributs privés, l'abscisse et l'ordonnée. Il y a un attribut statique nombre NB qui représente le nombre de points P. واحد ان بي غادي يكون شحال من نقطة عندنا في تكريات من هاد الكلاس، يعني غادي يكون ستاتيك. ديفينيسي لا كلاس بوان افيك ان كونستركتور ا دو بارامتر، ديفينيسي جيتر اكسترا و ديفيني لي ميثود اس تي ال. يعني غادي نخدمو هنا الكلاس سميتها بوان اكزرسيس exercice bon classe point adna dek n b de gadi kon statik fe bdia 0 ou le nombre d'instance ça va créé on a de l'objet ou un zéro constructeur def finit هاي كادي قبل جد لي بارامتر اللابس ولا سيرف بوان أرض سأرض وكل مرة كرينا واحد الانستونس خاصة ديك لو نوبغ نزيدوه واحد يعني بوان بوان ان بي بلوس ايكالا هنا قال لك السؤال رقم جوج ديفينيسي لي جيتر سيتر بوغ لي دوز اتخوبي خدم ديكوراتور بروبرتي نديرو هنا Property def apps self return بدي خلاص راه باينين ياه نديرو setter labs def apps self عندنا ال value self want to return apps sorry ال value نفس الطريقة نديرو الأخر يعني بلا ما نعاودها property negator و setter هذا الجيتر وهذا سؤال موراه ديفينيسي لا ميثود اس تي ار تو سترينغ يعني باش نافيشي لوبجي اش دير هاد الميثود هادي شو دور ده باش نكري واحد البوان بي ان يساوي بوان مثلا واحد زيد بغيت نافيشيها برانس بي ان اش غادي تافيشي لي هنا هادوك الارقام هادي تافيشي لك الهاش ديال تسمى الهاش ديال لوبجي انا بغيت فاش نبغي نخدم بلوبجي هكذا يتافيشي بواحد الطريقة انا بغيت اللي بغيت انا هذيك خصنا نديفينيسيو لا ميثود تو سترينغ لي لونغاج اخرى تسمى ميثود تو سترينغ سو اين لوبجي نحولو شين دو كاركتر بالنسبة للبايثون تنديرو ليها اس تي ار سيلز في هاد الحالة خصنا نضبط شين دو كاركتر
مثلا نديرو يتمتنا نقطة بالطريقة هذه، لابس سيلف بوانت سري ابس، نديرو فيرجيل سيلف أرض، بعد يدير الأقواس، يدير إحداثية ديال الإكس، فيرجول إحداثية ديال إكريك. بغيت أنا مثلا نتبع بهاد الطريقة هادي، باش غندير أفيشي، أفيشي من بعد الطريقة، هاد البوان هادي هي واحد جوج، بس بوان أخرى أفيشي بهاد الطريقة، هادي تو سترينغ تنحتاجوها في الكلاس. عندنا بروبوزي ان سور شارج دو لوبيراتور ايغال، باقي ما هضرناش على هاد السور شارج، وين راه نبدا بين و سميتو في هاد الحالة، ماشي نبدا ديال السور شارج، اش بغينا ندير؟ بغينا ديفينيسيو امساتي، نقولو جوج نقاط متساوية، نقطة في المعلم، عندنا جوج نقاط، نقطة أ وعندنا نقطة ب، امسا غتكون متساوية. إذا كان الـ x ديال A يساوي x ديال B، والـ y ديال A يساوي y ديال B، هذا هو الشرط باش نقولوها راه نفس النقطة، يعني هذه النقطة وهذه النقطة راهما نفس النقطة في المعلم، يعني في هذه الحالة تحدد المعنى ديال يساوي في الكلاس ديالك. باش نحددها تنديفينيسي لا ميثود إيكوال، راه في نفس الوقت غديفيني يساوي يخالف، بس تيخالف في الاخرى غلط، اذا ما تساويش راه تيخسر السيلف. دابا هذا تاخذ جوج لي بارامتر السيلف وسميو الاخرى اوردر، يعني السيلف هاد النقطه براسها واوردر النقطه الاخرى، باش نقارنهم. اول حاجه خدنا نتيقن ان الاوردر راها من كلاس بوان، دابا نتيقن واحد لوبجي من واحد الكلاس، شنو هي شنو غندير؟ is if is instance، تنعطي لوبجي مثلا اوردر، واش هو انستونس ديال لا كلاس بوان. انذر عندي المقارنة، لما كان نقدر نعطي في لي بارامتر واحد لوبجي ماشي كلاس بوان، بغي يقارن معاه ولقى مشكلة، يعني ندير return self بوان لابس يساوي اوردر، تكتبها غير بأبسط راه خدمة البروبريتي، يساوي اوردر بوان ابس، واند خاطر تساوى الاكس وتساوى الايكغيك، عند تسمى راه نفس النقطة، سيلف بوان اورد يساوي اوردر بوان غادي نختار السطر، سينو راه غادي ريتون فولس. إذا ما كانش الانستانس ديال هذاك الكلاس راه ما تتبعش، يعني غنقارن بوان مع شين دو كاركتير ونقارن مع شي اوبجيكت. نديرو دابا النقطة الأولى ونديرو النقطة الثانية ونشوفو واش يتساوي بي ان ايكالا بي دو، في هاد الحالة غادي يقول لي تسو، يعني إلا اختلفوا في شي حاجة مثلا هنا جوج راه اختلفوا في الإكس خاص يعطيني فالس، و إلا كانت هاد لاكلاس مديفينياش هاد الميثود نزيدو لها شي حرف كمثلا ديما كيعطيني فالس، لما ديفينيتي تزود الميض ديفينيتي اش المعنى ديال تساوي عندك، وراه نفس القضيه غتخدم مع تخالف، مش الضروره تساوي، بس واش تخالف ترو، واش بي ان يخالف بي تو فعلا راه يخالف. بالنسبة لكيستيون رقم خمسة، اكريفي ميثود كالكولي لا ديستونس كي بيرمي دو كالكولي لا ديستونس انتر l'objet, le point d'objet courant, self, et l'objet passé en paramètre. يعني بغينا نحسبوا المسافة بين جوج نقاط في المعلم. هادي نقطة هادي نقطة أ
وعندي نقطة ب، هذه عندها اكس ديرها، وبعدين عندها اكس ب، وهذه عندها اجريك والاخرى عندها اجريك ب. بقينا هذه المسافات غادي نحسبها، درسنا هنا مثلث قائم الزاوية، هادي أ، هادي ب، هادي س. بغينا حنا ديك س، س شنو هي؟ س أو س اتنان يساوي أ أو س اتنان زايد ب أو س اتنان، يعني س يساوي جذر مربع ديال أ أو س اتنان زايد ب أو س اتنان. الأ أشنو هي؟ هي هاد المسافة هادي هي إكس ب ناقص إكس أ. أس اتنان ما تهمش كون صغيرة كون كبيرة، أنا في الآخر غندير أس اتنان، وهاد المسافة أخرى هي إكريك بي ناقص إكريك أ بالأس اتنان، ما تهمش ما غاش في الآخر ما غاش تكون سالبة، يعني غنديرو ميثود ديستانس مع ديستانس بف ديستانس بين سبف و أوضر، يعني بوان أخرى. نفس القضية خاص نتسكي فيها لأنه كاين هذيك الأوردر خاص يكون من الكلاس بوان عادة نظرا، سينو يعطيني إيرور فيز انستانس أوردر بوان، يعني خاص يكون بوان عادة غنحسبو. دي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو لراسين كاري خاص نأمبورتها. شنو هي لاراسين كاري بالانجلي؟ يعني انا امبورتها من المات، امبورت سكوير روت، سكوير تي سكوير روت لاراسين كاري، غادي نحتاجها هنا. يعني شنو غادير؟ ريتيرن سكوير روت ديالاش ديال ستيرس بوان لابس ناقص اوضر بوان ابس، هادي اس اتنان نزيد عليها سيلف بوان ارض ناقص اوضر بوان ارض في كاملو أس اتنان. إذا ما كانش انستونس ندير ريتورن زيرو، واخا ماشي مكانش بوان، هنا هادي هاد المسافة غندير بوان أن و بوان بي، شحال غتكون لا ديستونس في هاد الحالة؟ من الإكريك متساوي عندهم إكس خاص تقير جوج درجة جوج وقيلا، فرانس البي أن ديستونس مع بي دو، ما ديفينيش، ما خاصني نكيترو ستاد الأخرى، خاصني نديفيني كيترو ستر البروبرتي الثانية اللي خدمتها بروبرتي هارد هاتصاطي هذا ديفينيت غير واحد البروبريتي، البروبريتي الثانية ما ديفينيتزاش،
هذه عطاتني واحد، ديك المسافة واحد. مثلا نقولوا هذه عندها واحد جوج، واحد واحد، وفراج جوج، واحد واحد وفراج جوج، غادي تعطينا مش درجة، يعني تعطينا 1.41 وشي حاجة بحال هكا، شي رقم بحال هكا. هي هاديك جدار جوج، يعني جدار أس واحد أس اتنان زائد واحد أس اتنان، يعني هادي بالنسبة لا ديستانس. إكريفي إن فونكسيون كالكيلو لي ميليو، لي ميليو ديال واحد منتصف قطعة، شنو هو؟ عندنا قطعة في المعلم، بغينا الإحداثيات ديال المنتصف، عندنا أ وعندنا ب، بغينا ديك الأم اللي غتكون هنا. لا خاصنا نلقاو الاكس ديالها والاكريك ديالها. اكس ديال ام شنو غيساوي؟ هي هاد المسافة زائد هاد المسافة مقسومة على جوج. باش عطانا باش نجي هنا نعطي هادي زيد على هادي، باش بحال هكا وصلت هنا وقسمتها على جوج باش عطيك المنتصف. ونفس القضية الاكريك، الاكس ديالها هو المنتصف والنص، النص ديال الاكس والنص ديال الاكريك، راه عطيكم الصيغه تما. و اكس 1 زائد اكس 2 مقسوم على جوج، والاكريك ديالها اكس اكريك 1 زائد اكريك 2 على جوج. نفس القضيه نديرو لها الميديو ديستانس، الميديو بين السيرف و اوضر، يعني بين هاد النقطة دي والنقطة الأخرى. نفس القضية خاصني نتيستي فيها، لأن خاص تكون انستونس انذر، انذر خاص تكون انستونس ديال بوان. إذا ما كانش بوان غادي يعطينا خطأ، هي لأنه راه ما عندوش الإكس وما عندوش الإكريك. عندنا أني كريو إكس يساوي self.apps زائد self لا other other.apps والإجريك بنسين دي راح خلية بابرا غير الستب، هذا إجريك الأر هذا الأرض. باش نبقى لي ندير خاصني نرد واحد البوان، يعني هذاك الميليو راه بوان، يعني ندير ريتيرن بوان عند الإكس وعند الإكريك. دابا بغينا ترانس الميليو بي أن بوان ميليو دير بي دو، يعني الميديو بين بي ان و بي دو غيعطيك، بس باش نبان الحساب ندير واحد واحد والاخر ندير ثلاثة ثلاثة، يعني مثلا دير واحد زي غتبقى تعطينا الاحداثية ديال الميديو هو جوج، الاحداثية ديال الميديو انا مقسمتش على، خاصني نقسم هادشي على جوج، ميديو تقسم على جوج صافي، راه عطاني احتياج صح. المنتصف غادي يعطينا السونتر ديال ديالهم، يعني السونتر ديال اكس والسونتر ديال ايكريك. كونسيدورو مانتونو ان دوزيام كلاس ابلي 3 بوان، ايون لي اتريبي بوان 1 بوان 2 بوان 3 كي سون دو تيب بوان. دابا عندنا كلاس اخرى، هذه كلاس اخرى عندها 3 اتريبي، البوان الاولى البوان الثاني البوان الثالث، وهذوك البوان من الكلاس الاولانيه. هذا تسمى الكومبوزيسيون، باقي خاصنا هذا غندير عليها الدرس مزيان، وين راه في لا لوجيك ديالها راه باين. مثلا نقدر واحد لوبجي
يكون فيه زاتريبي اللي هما دو تيب اوبجي. يعني يكون واحد الكلاس واحد الاتريبي ديالها راه من تيب كلاس اخرى كاينه ديجا مكريات. يعني غادي نكري كلاس اخرى سميتها 3 بوان. ندخل صدوسي زيرو سيس زيرو ستة ندير له هذا نوف ندير له هذا نورمي واحد. دابا غنوميت الكلاس سميتو الفيشي سميتو بوان والفيشي الاخر سميتو بوان. فاش يكون عندكم شي مثلا شي كدير فيه زوج ديال الكلاس ديرو في دوسي كل كلاس سميها بسميتها. غنحتاج السميات باش نامبورتي لا كلاس اللي بغيت نخدم بها هي كلاس بوان لي غتورد من بوان. وني بوان كاينه في الفيشي الاخر كيفاش غنجبدها؟ كيفاش انا امبورتي واحد الكلاس من واحد الفيشي؟ دابا عندي هاد الفيشي هذا سميتو بوان بوان بي اكريك وعند فيه الكلاس البوان بغيت نامبورتي امبورتي منو الكلاس بوان باش نكتب فروم سميت الفيشي هنا بلا بوان بي اكريك البوان امبورت سميت الكلاس. واخا كاينه بوان والبوان بحال بحال راه الاولى سميت الفيشي والثانيه سميت الكلاس هذا راه ولات هذيك ما بقاش مسطر عليها. ديك هاد الكلاس عندها 3 اتخيب نديفينيو انيتس عندها لابس ده ما تسمى ورثش. لا هذه ما ورثش غير ما مكونة ما غير مكونة منها. عندنا البوان الأول اسمها بي أن بي دو بي ترو ونديفينيو هاد لي بوان هادا في الكلاس سيلف بوان سيري سيري بوان أن نساو بي أن ونفس القضية بي دو تروا تروا. هذا باش نبينو الكود نديرو دو تيب بوان التيب ديالهم غير بي ترى ما تيفرش عليك تحتار التيب بحال اللونجاج الاخرين. اللونجاج الاخرين اللي قلتي لي راه دو تيب هكذا راه تدخل لي شي حاجه من غير هذاك التيب يعطيك خطأ. بايثون هنا ملي درنا الكيستيون الاولى هي تكريي ديفينيسي لي كيتر والسيسر نفس القضيه الاخرى ديف نديرو بروبريتي نسير غادي تعاودو سيري سيري بوان ان و السيتر فاليو نديفينيو فيها السيتر شي ريتورن سيلف هذا دوبلو
مرات أخرين. البوان الأول، البوان الثاني، البوان Four point six. Trois. C'est la trois. نكون إذا درنا السؤال رقم سبعة وديفينيسي والكونستركتور ديجا راه كريناه لأن راه البيتون خاص تبدا بالكونستركتور غندي فينيس واحد الميثود سميتها سون أليني ثلاث نقط واش مستقيمية ولا مش مستقيمية قدرت لينا انت غادي يكون ثلاث نقط مستقيمية النقط امتى غادي يكونوا مستقيمين اذا خدينا نقطه A B و C دابا نضرب الاكس والاي يقدروا دابا يقدر يكون خط مائل يقدر يكون كذا دابا يقدر غتشوف واش وحده واحد المسافه بين جوج تساوي مجموع ديال جوج الاخرين إذا لقينا مثلا A C يساوي A B بلس B C ولا A B يساوي هذه ولا غير تكون وحدة فيهم يعني تساوي الأولى الثانية الثالثة إذا كانت شي وحدة فيهم تساوي مجموعة ديال جوج أخرين راهم مستقيمين ما كانت شي وحدة فيهم تساوي مجموعة الأخرين مش مستقيمين يعني نقول ديف سون ما نديرو صرف نجربو بوحدة وحدة ممكن نديرو في سطر واحد غير غادي يكون سطر طويل غندير إلا كان صرف بوان بوان الأول بوان ديستانس مع البوان رقم ثلاثة مثلا صرف بوان بوان رقم ثلاثة يساوي بعد السطر هذا باش نحسب ليها دابا باش نربط حيت غادي يولي السطر طويل طويل بزاف انا نبقى نكتبهم بهذيك دي فاريبل مثلا نديرو ابي المسافه ابي شنو هي المسافه هي المسافه بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه نقول ا هي النقطه الاولى بين النقطه الثانيه سي النقطه الثالثه المسافه ابي شنو هي هي الصرف بوان البوان رقم واحد بوان ديستانس مع البوان رقم جوج رقم زوج هو او السي هي المسافة بين البوان رقم واحد مع البوان رقم ثلاثة او بي سي هي المسافة بين نقطة رقم جوج مع البوان رقم ثلاثة غير باش نوضح لكم الامور درنا ا بي ا سي و بي سي دابا قالك شنو تيكونوا مستقيمين اذا كان واحد وحده فيهم تساوي مجموعة اخرى نقول ليه روتور ا مثلا سي يساوي ا بي بلس بي سي اور
شرط ما A B C مثلا ولا A B يساوي اش بي سي زائد اسمع سي A خاصنا نقرا شي مثلا يكون A B يساوي اش أس يعني أنا بس ما عندناش بس راه عندنا هي الساعة المسافة بين الساعة هي أس هي هي تاغي السمين عطيتها أنا هنا خدمتها أور أبي بقى لنا شنو آخر بس بس يسوش أب بلس سي أصل هذا فهم ديرونا شو سوش إما هذه إما هذه إما هذه إذا كانت صفر غاترنا فري كانت صفر غاترنا فري غير تكون وحدة فيهم صحيحة دابا نجربوها نديرو 3 بوان ندير بوان ان يساوي بوان واحد واحد البوان رقم جوج 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 هادو غادي يكون مستقيمة غندير واحد واحد جوج جوج ثلاثة ثلاثة جوج بوان رقم ثلاثة 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 ونكري واحدة تخوا بوان TP بدا 3 بوان يساوي 3 بوان ونعطي P1 P2 P3 نكري دابا غنشوف واش TP سميتهم سون أليني واش هادو مستقيمين في هاد الحالة خاص يعطيني ترو عطيني فولز رمو ولا مستقيمين هذا درنا ما علم يغدا درنا واحد واحد هي النقطة جوج هاد النقطة ثلاثة ثلاثة هي النقطة هي الفونكسيون اف دو اكس يساوي اكس رمو مستقيم شي حاجة عندنا شي خطأ لا واخا زيرو ولا ماشي بالضروره زيرو دابا عندنا طبق غير فونكسيون اف دو اكس يساوي اكس فونكسيون دو اف دو اكس يساوي اكس راه مستقيمين يعني واحد درت هنا البوان ا عطيتها واحد واحد بوان جوج جوج بوان ثلاثة 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 يعني اف دو اكس يساوي اكس سو ان ليني يعني كاين شي خطأ انا بالحساب اسي مع ثلاثة ابي مع جوج بس هي البوان جوج مال بوان ثلاثة نشوفو شرو ها الخطأ اللي كان عندنا حيت هنا درنا بس سي هي المسافة بين النقطة رقم جوج والنقطة رقم ثلاثة في البداية درنا المسافة بين النقطة رقم واحد والنقطة رقم إذا كان يختلف شي اختلاف غير في شي وحدة فيهم مثلا نقولو هذا زيرو يعني غادي يكون عندنا في المعلم غادي يكون بيرين بحال هكدا هاديك بلاصة ما تكون هنا غتكون هنا لا لا تحت هنا وغادي يكون لي ماشي مستقيم هاد الحالة عطينا فوز واخد عطيت ترو اش عطيت ترو زيرو واحد عباد نشوف شي حاجة مشاية لك نشوف اش خاص تقدر زيرو وعندها واحد هي هنا ياك و جوج بي هي هنا و ثلاثة ثلاثة يعني راه هي دوك المسافة جوج هنا و ثلاثة ثلاثة هنا يعني ديرو لنا بحال هكدا شو مستقيمين بحال ديرو بحال ميلة هذا في
الحساب ما بلغاش. البوان ان مع البوان دو، البوان دو ان مع البوان تروا، البوان دو مع البوان تروا. واش ا سي يساوي ب ا بي بلس بي سي، ا بي يساوي ب سي بلس ا سي، ولا بلس سي هي هذيك ا بي بلس. نزيدو اخر بقى مزيان، ديرو هنا ميتين يمين تعطي ترو. ها ديفينيس كل بوينت واحد هاي علاش هي دابا هي شوف هاد البوان هاد السوء حديث ديالهم بوان بي بوان سي ياك، وحددتو هاديك 3 بوان اللي تتقبل 3 بوان بي 1 بي 2 بي 3. فنجيو هنا بي 1 بي 2 بي 3 غيتخادو هادوك لي بوان اللي كريت على برا، غيجي يحسب واش هما مستقيمين حسبنا المسافة أ. إذا عندنا خطأ غادي يكون في هاد ديستونس، ديستونس تطرد ديال زيرو. ماشي تطرد ديال زيرو. غنجرب هذا باش نجربو المسافات نيس افيشيون قبل ما ندير تيست. افيشيون برنس اف سترينغ اب يساوي المسافة اب، نديرو بس اسي يساوي المسافة اسي، والبس سي يساوي المسافة بس. يعني افيش ليا اب و اسي، اسي عطانا زيرو مسافة ا. الخطأ فين هو؟ راه غادي يعطينا ديما اخطاء عندنا حيت راه فاش نقارن تقارن مغي السيلف دابا سيلف هاديك صفر بوان ان بوان شهر ماشي هي هاديك هاد عطانا زر اسي يساوي زر مسافة اسي ا هي زيرو هي تلاتة أوس اتنان أربعة أوس اتنان هي سبعة تلاتة أوس اتنان مش هي تسعود تزيد عليها أربعة أوس اتنان ستاش شحال مجموع 25 بس أصل تساوي ميتين هنا تدير هنا يدك أصل هي هادي أربعة شي حاجة في الحساب ما مرقلش من خطأ ناقص عبي لا لا بس شرح لي باش سير بوحدها. دابا شنو عندنا هنا باش نمشي معاك؟ قول لي شنو غنديرو دابا. و ت ت ت و بوان أ مثلا أ سي أ بوان أ واحد هي أ، و بوان بي هي جوج هي بي، و بوان هي غير في دماغنا. هذا راه شنو نبدا دابا كيفاش غتعرفهم أنهم مستقيمين من غير المسافة؟ كان عندنا البوان بوحدو هاو كتبغي تشوف المرقدة. دابا هاد
Ah, tu classes 3, bah, c'était classe 3 points. Ouais. Classe 3 points. Mais demain, le point 1, ou le point 2, le point 3. Alors, madame, je viens là-dedans. Point 1, point 2, point 3. Ah. Ah, le point 1, il y a un S. Le point 2, le point 2. Il y a ABC. فاش جيت نحسب كاين مشكلة في الكالكول، راه ما شافش خطأ آخر من غير الكالكول. راس دابا باش نحسبو المسافة هي بين البوان أن و البوان دو، هي أبل بين البوان أن و البوان تروا هي أسل، و بين البوان دو و البوان تروا هي بس. تلحد الآن كلشي هو هذاك. اشنو دابا فين خطأ، فين كاين الخطأ؟ ديما تعطينا ترو ماشي تعطينا فولس. واش كي تعطينا ترو يعني كاين عندنا الزيروات في الهضرة. المسافة نشوف هنا تعطيني ترو، وانا نورمالمون راه ما مستخدمينش هذا، راه خربقت الارقام جديد. دابا الارقام مخربقين، ماشي ندير لها سنة ندير لها 200 يرد دي مترو، يعني بحال ما تخدش على نو بوان. وقيل عندنا الخطأ في الديستانس، إذا كان أوردر فين الديستانس، بس نديرو لهادي كومونتير ونشوف شنو عيطاني. باقي 3 مترو، ها درنا لابورت، درنا لابورت بس ندير واحد القضية. هادون افيش انتوما فرنس، شدا باش يكون هداك الشي المشكل في لابليكاسيون باش تلقى الحل في المشكل، ماشي في تخرج هو اللي صعيب. دابا راه كتبت الكود وكاين شي خطأ في الهضرة بحال هكا شي بوك، وخاص تلقى فيه المشكلة. راه تكتب ا زيرو من الفكره في الراس ما فيهاش مشكله. المشكله مثلا بحال الحاله مثلا اللي طاحنا فيها، راه كاين خطا وما عرفناش فين كاين بالضبط. واش مره راه قد دوز على نهار ويومين نشوف قلب فين كاين الخطا. دابا راه تعطينا ترو خاص ما يعطيناش ترو، وعارفه خاص ما تعطاش ترو، اذا فين كاين الخطا. ونافيشو هادو نشوف واش غيعطينا. بس بس زايد الصراحه مسافة بالناقص. المسافة راه هي هذيك، راه غير قلت انا حروف بلاتي، باش نمشيو بوحدة وحدة، نمشيو لهادو بوحدة وحدة. يقدر يكون خطأ تما اسي، هادي ديال اسي بينا عندنا ا ار ا ه ب ه س، يعني ا س يساوي ا ب بلس ب س. نشوفوا الحالة اخرى ديال اس ديال ا ب، يعني خاص تكون ال ا هنا ب هنا و س الوسط. لا خاص تكون س الوسط، باش تكون مستقيمين س الوسط بالحالة في المستقيمين. حنا ما عرفناش شكون هي الاولى شكون هي الثانية شكون هي الثالثة مسبقا، يعني خاص نضرب الحالات بثلاثة. يعني مثلا نعاودو من الاول باش هاد الحالة الاولى، باش هاد الحالات اللي يكونوا مستقيمين عندي ا في اليمن بي الوسط و سي في اليسار. الحالة الثانية فاش مستقيمين عندي الا هنا سي و البي. اش معنى ترجمة
Doktor bölümlük de. Yok, kendiler be. Et là, c'est là, déjà, l'analyse, c'est là, déjà, le classe point, déjà, le point bien notre nocton, nocton, nocton. Et là, je vais faire la tête. Je vais faire la tête, non? Ah, moi, je vais faire la tête, non? Son aligné, il y a A, B, sur A, C plus B, C, B, C, le plus, ou le plus, c'est ça. Alors, moi, donc, la logique. Moi, donc, c'est ça. انا بقى شو الحاله الاخرى الحاله يا ربي وعندنا حالات ثالثه هي هذه يعني هذه المسافه بي سي يساوي ا بي بلس اصلا انا غادي في الحروف باش ما بقاش نكثر لي فاريبل راهي هي هذه هي اب يساوي اصلا بلس بي سي والاخرى هي اصلا يساوي اب بلس بي سي كم اللي درناهم واحد مثلا بين او بي هي بي ا راهي قلبت حد باش ما نكثرش لي فاريبل باش ما نكتبش لي فاريبل في الكود درت ا بي ا سي بي سي و ا بي شنو هي المسافة بين النقطة A النقطة الأولى والنقطة الثانية بي ا سي هي المسافة بين النقطة الأولى والنقطة الثالثة والأخرى المسافة بين النقطة الأولى كما دي لا لا مش بس هنا بوان انتر ده بوان ا بوان دو ساتنا بوان دو والبوان تروا ساتنا بوان تروا يعني ما كانش خطأ مشكلة في لا ديستانس مشكلة في لا ديستانس ما حسبش مزال قلنا ما هذه تساوي دابا نرجعو لهادو العلاقات اللي كتبين لنا يعني ا بي ا سي يساوي ا بي بلس بي سي الحالة الأولى شو راه درناها هذا درنا A B plus B C الحالة الثانية هي A B يساوي A C زائد B C شو كنا عندنا A B يساوي A C plus B C هي دي رغي رغي خرفتهم والأخرى هي B C يساوي A B plus A C الحالة الأخرى الحالة الأخرى هي B C يساوي A B plus A C أو دي ما تظن ترى خاص في هذه الحالات راه خاص يعطيك فوز اكثر من ترو ودابا قلنا ابي ها هو حسبها واس يحسبها ابي و بي سي مساويه ابي بس A B و B C متساويين A B و B C بس نديرو غير أرقام سهلين واحد واحد هاد علاش هادي تعطيني هاد تساوي هادي مسافة B C هي بين هي ديك هما لي بوان ديفينيسيون لا كانت ميثود الى متساويين راه تنحل المتساويين راه المسافة هي زيرو راه غادي يكونوا مستقيمين اذا كانت النقاط وحده فوق وحده ولا غير جوج منهم راه مستقيمين ما هذيك الحاله يعني تا لا ديستونس بين جوج لي بوان وحده فوق وحده وحده فوق وحده تاتنا زيرو ما عندناش مشكل تما المشكل الحساب ما مريقش يعني غتكون عندنا خطا وقيل في هاد لا ديستونس هادي
راسين الكرة ديال الأبس مع الأبس والأرض، أبس ناقص الأبس وسي اتنين والأرض، بس ندير واحد القضية نحيد هاد إز أنستانس، قدر يكون هي الخطأ، باش إلا كان فيها شي خطأ تبينها. في مترو شهادة ماشي نور مشكلة في كاكل بس ندير واحد القضية أبي هي نحسبوها هكذا أبي هادي ونزيد أبي نزيد أنا أبي بلس بي يساوي أصي هادي أصي ونعاود نحسب هادي نشوف اش عطانا فين كان فيهم الخطأ وعدنا بس زيادة يساوي زيادة نشوف فين فين تتساوى عندنا أب هي واحد هذا و ب متساويين وين هادو مستقيمين أصلا بس هادو مستقيمين ديرو زيرو عندنا أب هي 1.41 وين بي سي 1.41 أصي أصي زيرو وين بي سي شاهمين شوية كنا ومثلا نشوفهم من بعد حتى بقينا هنا راه ما يكملوش وما هذه الحالات تتقطع فيهم ماشي هنا تبقى شي حاجة ما خرجش كيما بغيتها وتتعيا ما تتقلب تقدر تدوز عليها يومين ثلاث ايام وكذا غتلقى فين كاين المشكل تقدر يومين ثلاث ايام تتقلب فين كاين المشكل وهاد الحالة هادي قطع شوية مع شي مع دي بروغرام باش تصاب وضروري خاص تلقى الحل شي ضروري في الاخر فاش تصاوب الابليكاسيون ضروري تلقى الحل فين كاين غير هادشي شوية هو الجانب شوية اللي خايب هو خايب وجبد يقدر دابا خاص يقدر يشدك مثلا في الخدمة غير شي مشكل بحال هذا وغادي للدار وتخمم فين فين كاين وناس تقدر تكون ناس وفيق الحل تفيق قبل ما تنساه هذا من الحوايج اللي ممكن قطع فيهم دابا بحال هنا تيبان لي كل شيء لوجيك حتى حاجه ما فيها خطا وين النتيجه اللي معطيه ماشي لوجيك هنا الجانب الخير في البروغرام كل شيء زوج كيفاش ما تحسبش علاش غير افسي اللي ما تحسبش مثلا قد تنقل تم بعد ونقلب لكم حتى باش تشجعوا غير نكثر في الفيديو سنشوف لكم الحل في كين وديجا خدمناها خدمتها مع البرومو ديست ما كانش فيها مشكل هاد التمرين هذا ما سالاش دابا في مشكل اكفي في اي ميثود اي زو سيل كي غوتورن تو سي لي 3 بوين ا اي بي سي فورم ان تريونغل اي زو سيل ان تريونغل اي زو سيل شنو هو متساوي متساوي الضلعين ولا متساوي ساقين إزو السين واحد فيهم ما وين راه عطيك هنا العلاقة إذا كانت صافي غير متساوي الساقين المسافة أ بي يساوي المسافة أ سي ولا المسافة أ بي يساوي بي سي ولا المسافة بي سي
ايزوسيل هو متساوي الساقين، يعني اذا كانوا جوج منهم متساويين راه ترو، الا ما كانش راه فالس. راه نفس الميثود غير بلاص ما نديرو ا بي يساوي بلس، نقولوش ا بي يساوي ا بي سي ولا ا بي يساوي هادي ولا هادي، ثلاثة الحالات. دف ريزو سير سير نفس خانة، غادي نكوبي هادو مسافات ا بي بي سي، وغادي نرد إما غي تساوي لي جوج راه ايزوزيل، مثلا ا بي يساوي ا سي، نزيد نقدر نمشي فينو أصل أور أب يساوي بس أور تكون حالة اللي بقت بس يساوي أصل وخلي هذي دوبل هادي هذا سهل تهدي تعطينا ترو الخطأ واقع بك صافي، كاين مشكل. لا كاين مشكل هنا، لا لا او سي حسب رب غير نقطة واحدة، عارف شنو الخطأ فين كاين هنا؟ واحد كوبي كولي كنت درتها ودرت ليه خليتها هنا، يعني تنقول لي هاد هادي راه السيتر ديال بوان 3، فاش جي افيكتي البوان 3 عطاها البوان 1، هي استخدمنا في الاس سي يساوي زيرو. دابا اش هذا فعلا ايزوسين؟ نشوفو ساخر قش المسافات فوز فوز صافي تبع، وشوف الخطأ فين كاين ما تطلش البال يقول هادي الحساب هو هذا كلشي هو هذا، باش مرة تلقى في تلقى الخطأ، شوف الفكرة في تلقى الخطأ مرة ما تتوقعهاش، راك نسيت مثلا هنا غير هادي ما رديناش لواحد كوبي كولي كنا درتها باش ما نعاودش الكود، وبقيت نعوض مثلا بوان ان بوان جوج ثلاثة، ونسيت وحدة فين ما عوضتهاش، وخلق مشكل انا ولي الحساب ديما تعطيني ترو، لان مثلا اسي ديما زيرو، يعني البوان ان بوان بوان الاولى والثالثة ولاو غير نقطة واحدة، المسافة بيناتهم. تبغينا نقيو هادشي نحيدو هذا بارتي بون صافي ايزو سيل، باش نزيدو هنا امبليمونتي انفيرسيون ستاتيك دو لا ميثود انفيرسيون ستاتيك دو لا ميثود افيك دو ستاتيك موثود دو دو بوان دوني ان فيشي بوان مان تستي لي ميثود ستاتيك
هما لي ميثود ما في البيتون. بالنسبة للبيتون ميثود ستاتيكي ميثود اللي ما غاش تقدر تقيس لي كاع لي بارامتر ديال الكلاس لا ديال الانستانس، تكون غير تدير الحساب ديالها غير بلي بارامتر ديالها بحال هكا فونكسيون عادية. وين بالنسبة لي لونجاج اخرين ستاتيك يعني ميثود دو كلاس غير بيتون حالة اخرى. مثلا بغينا ميثود ستاتيك في ديك غاديرو ميثود ستاتيك ديال كالكولون لا ديستانس او الميديو باش نديروها نديروها هنا بس ديستانس بين بوان ان و بوان و بوان دو و بوان وهنا خذ واحد ديكوراتور تسمى ولا انوتاسيون تسمى ستاتيك ميثود. لي ميثود ستاتيك في البيتون غير في البيتون في الحالة ما تيقدروا يقيسوا لا اتريبي دو كلاس لا اتريبي دانستانس، تيبقى يلعبوا غير بالبارامتر ديالهم. يعني ممكن تخدم بلي بارامتر لا غير وتعيط لهم بحال ميثود دو كلاس. يعني المسافة نشوف هذا is instance p1 دير بوان نسيقنا بعدا وتكون تا p2 هي instance دير بوان. عاد ممكن نحسب المسافة، ما يمكنش نحسب المسافة إلا ما تيقنش أنهم راه فعلا دي بوان. هذيك الانستانس باش نتيقن واش هادوك بي ان راه من لا كلاس بوان ونتيقن راه بي دو من لا كلاس بوان نحسب المسافة. يعني غندير ريتورن بي ان بوان ديستانس بي دو نفس القضية الميليو انا ميثود ستاتيك ستاتيك ميثود ديف ميديا بي ان نكوبي هادشي كامل منعاودش هادي غادي يردنا الميديا كبيتها فاش اللي كان ديفينيس لي بوان تيستي المهم هادشي كي كتيستي تيستي كاع لي كلاس و لي ميثود و غادي نكونو هادشي راه حنا كنا تنديرو التاسكس في نفس الوقت ونسالينا الاكزرسيس ونستخدم